ينضم إلينا من بيروت الدكتور توفيق شومان الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك معنا دكتور توفيق. برأيك كيف نتوقع الخطوة الإسرائيلية القادمة في ظل كل هذه المعطيات التي أمامنا؟ تحياتي إليك ولكل المشاهدين. طبعا اليوم يعني منذ الصباح وهذه من مفاجآت الحرب العدوانية الإسرائيلية على لبنان، يعني غارات مكثفة على العديد من المناطق اللبنانية وفي مختلف المناطق. لكن أنا أعتقد بأن التصعيد المبكر اليوم والذي شمل ساعات الصباح الأولى متعلق أعتقد بمسألتين. المسألة الأولى احتمال أن ما يمكن أن يسفر عنه الاجتماع المرتقب بين المفوض الأمريكي أموس فوكشتاين والمسؤولين الإسرائيليين، زائد ايضا ما يعني النتائج التي يمكن ان يسفر عنها هذا اجتماع الدوحه. يعني وبدون شك يعني طالما ان هذان الاجتماعين سبقهما تصعيد في العمليات العدوانيه الاسرائيليه على لبنان، هذا يعني بان المعادله التي يعمل عليها الاسرائيليون هي معادله التفاوض بالنار. وبالتالي هذه المعادله مستمره والى مزيد من التكثيف. والمزيد من التكثيف يعني بصورة أساسية المزيد من التصعيد والمزيد من العدوان. يعني لكن بصورة عامة أنا أعتقد لغاية الآن ما زالت الأبواب مقفلة. صحيح لأن هنا أقصد الأبواب الدبلوماسية والحراك السياسي الدبلوماسي أيضا. وطالما أن الأمور على هذا النمط وعلى هذه المعادلة وعلى هذا الشكل وعلى هذا النوع، فمعنى ذلك بحسب تقديري وبحسب قراءتي الخاصة فإن العدوان الإسرائيلي على الأقل يعني إلى لحظة ما قبل الانتخابات الأمريكية المقررة في الخامس من الشهر المقبل سوف يشهد مزيدا من التكثيف ومزيدا من التدمير ومزيدا من الحرب على الناس وعلى البشر وعلى الحجر، وبالتالي ارتكاب المزيد من المجازر في مختلف المناطق الخام في لبنان أو في قطاع غزة. دكتور توفيق، أنت قلت أن الأبواب ربما الأبواب الدبلوماسية والسياسية هي مغلقة. لماذا مغلقة في ظل هذه الظروف؟ يعني ما الذي تنتظر إسرائيل أن تحققه بالفعل حتى نستطيع أن نقول بأن الأبواب الدبلوماسية ربما تفتح؟ لأن عادة الحروب تنتهي بالحلول السياسية والدبلوماسية، ولكن بما أن هناك تصعيد كما قلت حضرتك فهذا يعني بأن الحرب لم تقترب من النهاية مثل ما قال بنيامين نتنياهو. صحيح بالضبط، والمواقف الإسرائيلية خصوصا مواقف بنيامين نتنياهو تؤشر إلى هذا الاتجاه. وفي ظل عاملين، الاستثمار السلبي إلى النقطة الأخيرة في الانتخابات الأمريكية من قبل بنيامين نتنياهو وعجز الإدارة الأمريكية الحالية عن ممارسة أي ضغط على بنيامين نتنياهو، وبالوقت نفسه لا يريد بنيامين نتنياهو إعطاء ورقة رابحة للرئيس يعني للحزب الديمقراطي، والمقصود بالورقة الرابحة الوصول إلى تسوية ما قبل الانتخابات. لماذا دكتور؟ لماذا؟ لأنه هو يعول على عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وبالتالي فإن الورقة الرابحة وأقصد هنا التسوية سوف تؤثر على الناخب الأمريكي، خصوصا يعني ما يعرف بالولايات المتأرجحة وبالتحديد ولاية ميشيغان الذي أعطت أصواتها لجو بايدن في الانتخابات العام 2020. ولكن لا يريد بنيامين. ولكن سؤالي هنا عذرا للمقاطعة، يعني فكرة أن يأتي دونالد ترامب أو كاميلا هاريس يعني سيان، فالاثنان ربما يتعاملان مع هذه القضية وفقا لطلبات الإدارة الأمريكية وليست وفقا لطلبات الشخصية أو الأهواء الشخصية، فلماذا بنيامين نتنياهو يعول على فكرة رجوع دونالد ترامب تحديدا؟ يعني لأسباب أربعة. السبب الأول بأن دونالد ترامب اعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال واعترف بالجدار السوري المحتل بأنه تحت السيادة الإسرائيلية، وهناك وعد على ما يبدو على ما ينقل يعني المعلقون الإسرائيليون والمقربون من بنيامين نتنياهو بأن يعترف دونالد ترامب بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل. فوق ذلك ويعتبر بأن الاتفاقات التي جرت بين بعض الأقطار العربية وبين دولة الاحتلال الإسرائيلي في عهد دونالد ترامب كانت بدون أي تسوية للقضية الفلسطينية. يعني بمعنى من المعاني بأن ترامب يمكن أن يعطيه انفتاحا غير محدود على الدول العربية ومن دون أن يكون هناك أي مؤشر للاحتمال يعني لاحتمال تسوية ما ولو بالحد الأدنى للقضية الفلسطينية. فوق ذلك أيضا دونالد ترامب من أشد المعارضين
للتوافق حول البرنامج النووي الإيراني، وبالتالي هو من المتشددين، والكل يعرف أنه هو ألغى الاتفاق النووي الذي كان وقعه يعني الحزب الديمقراطي بعهد باراك أوباما في العام 2015، وألغاه ومزقه دونالد ترامب في يعني في إطلالة تلفزيونية شهيرة. هذه الأسباب الأربعة أعتقد أنه هو يعني بالنسبة لبنيامين نتنياهو يعول أيضا عليها مرة أخرى، يعني تم الضفة الغربية لا يعترف بها الحزب الديمقراطي، بل أكثر من ذلك يعني حتى بالنسبة للقدس، حتى بالنسبة لاتفاقات إبراهام وغيرها. كل هذه المسائل أعتقد بأنها تشكل الأرضية الأساسية التي تدفع بنيامين نتنياهو لأن يعول على عودة دونالد ترامب، ذات العلاقة الشخصية بين الطرفين، في حين بأنه رغم كل الدعم الأمريكي وخاصة رئيس جو بايدن لإسرائيل، إلا أن هناك اضطراب في هذه العلاقة، لكن مع دونالد ترامب العلاقة مفتوحة وشخصية، وعلى أي حال هو يقول صديقي دونالد ترامب، وهذا لم يقله إطلاقا بالنسبة لرئيس جو بايدن. وإذا يعني ذهبنا إلى الأرض إلى الوضع على أرض الواقع، هل بالفعل بنيامين نتنياهو يحقق مكاسب في لبنان على أرض الواقع عسكريا؟ هل هو يحقق بالفعل إنجازات أو انتصارات في لبنان؟ على المستوى البري لا أكيد، يعني لم يستطع الاحتلال الإسرائيلي التقدم سوى عشرات الأمتار، وعلى البلدات التي يعني بدأت تعترف بالقرى الحاسة الخط الأول، يعني عشرات الأمتار، وهذه متداخلة يعني بين الأراضي اللبنانية والفلسطينية المحتلة، يعني كل يوم تقريبا يعترف الإسرائيليون بمقتل بين 5 و7 من جنودهم، زائد يعني عدد الجرحى يتراوح عموما بين 12 و20 جريحا. بدون شك هذه يعني بعد شهر، نحن نتحدث عن شهر من بدء العمليات البرية، وبالتالي لا يمكن الحديث عن إنجازات ميدانية على الأرض، لكن بدون أقصد يعني من خلال العمليات البرية، لكن بدون شك يعني هناك يعني عوامل التدمير أو كثافة التدمير أو حرب التدمير، هذه إذا اعتبرها إنجازات نعم إنجازات، عندما يستهدف يعني يستهدف الأبنية ويستهدف المجمعات السكنية والمصانع والقطاع الصحي والاستشفاء، يعني بالدمار حقق إنجازات إذا كان هذا يمكن أن اعتباره إنجازات، لكن على المستوى الميداني هناك فشل ذريع، بعد شهر لم يستطع أن يتقدم سوى بضعة أمتار ولا يمكن حسبانها إطلاقا في إطار الإنجازات الميدانية على المستوى التكتيكي وعلى المستوى الاستراتيجي. دكتور توفيق، هل هذا يبرر ما قاله المسؤولون الإسرائيليون بأن الحرب البرية في لبنان أوشكت على الانتهاء؟ وهو في الواقع يعني أكثر من مصدر أمني وعسكري إسرائيلي أشار إلى ذلك أو أشاروا إلى ذلك، لكن هذا يعكس بطبيعة الحال التباين بين المستويين السياسي الذي يمثله بنيامين نتنياهو وفريقه الوزاري، وبين المستوى الأمني، وأقصد المستوى الأمني رئيس الأركان ووزير الدفاع. نعم هم يقولون بأنه يجب استغلال هذه اللحظة بعد توجيه الضربات، ما يعرف باستراتيجية قطع الرأس، يعني اغتيال قيادات من حزب الله وعلى رأسها في حسن الله، وكذلك بالنسبة ليحيى السنوار قائد حركة حماس. يعني المستوى الأمني والعسكري في دولة الاحتلال يقول بأنه هذا يجب استغلال اللحظة، وبالتالي الذهاب نحو حل سياسي، لكن على ما يبدو بنيامين نتنياهو لغاية الآن غير مقتنع بهذا الأمر، لذلك أقول أنه قبل الانتخابات الأمريكية من لا يحدث أي توافق أوي. نعم فهمت، ولكن نحن الآن لدينا زيارة هامة هي زيارة هوكشتاين، ما الذي سيأتي محملا به هوكشتاين؟ يعني هو سيزور لبنان وكذلك إسرائيل، ما المتوقع أو ما الفائدة من زيارة هذه؟ زيارته إلى لبنان متعلقة بما يمكن أن يحصل عليه من إجابات في تل أبيب، اللي هو يعني الأسبوع الماضي كان في يعني قبل أكثر من أسبوع يعني كان في بيروت، وبالتالي ناقش مع المرجعيات السياسية اللبنانية والمقصود مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي كيفية يعني أو التزام لبنان بالقرار 1901، وأخذ إجابة واضحة بهذا المجال، التزام لبنان بالقرار 1901، وبالتالي رفض المسؤولون اللبنانيون أي تعديلات يمكن أن تطرأ على القرار 1701، ويريد إجابة من بنيامين نتنياهو حول كيفية تطبيق 1701، لكن هو في الواقع بأن بنيامين نتنياهو وفريقه الوزاري يعني يرفضون الالتزام بالقرار 1701 كما صدر في العام 2006، هم يريدون إجراء تعديلات عليه، وهذا ما يرفضه لبنان الرسمي
لغايه الان. لذلك اعتقد بان عوده بنيامين نتنياهو الى بيروت مرتبطه بما يمكن ان يحصل عليه من اجابات في تل ابيب، ولكن اذا لم يعد الى بيروت فمعنى ذلك بان المحادثات القشتين مع القاده الاسرائيليين قد فشلت. اشكرك شكرا جزيلا ضيفي من بيروت الدكتور توفيق شومان الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا.